السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم الدكاترة عاملين ايه؟ النهاردة المحاضرة الثالثة في الهيلث سيكتور ريفورم، هي هنتكلم فيها على بارت 2 بتاع الهيلث سيكتور ريفورم سايكل. فاكرين يا دكاترة كان الديفينيشن بتاع الريفورم ان هو fundamental change which must be sustained and purposeful، في مين؟ في الهيلث سيكتور، تمام كده؟ فيعني ايه، نرجع تاني، يعني ايه ريفورم؟ it is a fundamental change which must be sustained and having a certain purpose. ده الديفينيشن بتاع الريفورم اللي احنا اتفقنا عليه في المحاضرة، تمام كده؟ وبعدين هنت كده، كان اتكلمنا عن الانترودكشن بتاعت الريفورم سايكل وخدنا فيها الفيرست تو ستابس، اللي كانت الريفورم سايكل بتبتدي بايه؟ بان احنا نحط بروبلم ديفينيشن، وبعد كده من دايجنوز ذا اندرلاين كوزز فور ذات بروبلم في الهيلث سيكتور، وبعد كده بنحط بلان وبن امبلمنت البلان بتاعتنا وبناخد الديسيجن ونعمل ايفالويشن. تعالوا كده مع بعض. اول ستيب كانت الستيب بتاعت البروبلم ديفينيشن، كنا فيها بنجاوب على كل ال WH questions اللي احنا عارفينها، اللي هي what is the problem, where is the problem, when it occurs, how it occurs, and why it is important to answer it. تمام كده، ده كانت اول حاجة، اول step بتاعتنا اللي هي ال problem definition. كانت step فاكرينها اللي هي كنا بنتكلم فيها على diagnosis of the causes بتاعت البروبلم دي، اللي هي كنا بنقول فيها ايه، اللي هي كنا بنتكلم على حاجة الكنترول نوبس، فاكرينها اللي هي 5 كنترول نوبس، اللي هي الفاينانسينج والبيمنت وما شابه، تمام كده فاكرينهم يا دكاترة؟ كنا بنعمل اناليسز للفايف كنترول نوبس، تمام. نبتدي زي ما احنا شايفين كده يا دكاترة، بنتكلم على الفايف كنترول نوبس، فاكرينهم لما كنا بنقول الفاينانسينج اللي هو الالوكيشن الريسورسز من وزاره الماليه، اللي هي نصيب وزاره الصحه من وزاره الماليه الموازنه يعني، والبيمنت از هاو تو باي فور ذا هيلث كير بروفايدر، والاورجنايزنج هي شكل الهيلث سيكتور متقسم ازاي، وكنا بنتكلم عن الريجوليشنز اللي هي القوانين الحاكمه للهيلث سيكتور، وكنا بنتكلم في الاخر على حاجه اسمها البيهيفير اللي هي الماس ميديا والحاجات دي. طيب يا دكاترة، دي الستاب اللي هنبتدي النهاردة بقى، نيو ستاب في الـ Health Sector Reform اللي هي الستاب بتاعت الـ Developing a Policy. Policy يعني الإجراءات اللي حضرتك هتتخذها أو الـ Solution اللي حضرتك هتاخده عشان تريزولف الـ Problems اللي انت diagnosed في الـ Step 1 and 2. طب حضرتك هنتكل الموضوع ده ازاي؟ عندنا حاجة من ثلاثة، يا هنتكلم what to do، هنفكر في what to do، هنتكلم على ال right treatment لل problem، وهنتكلم على ال appropriate policy to address. تمام يا دكاترة، احنا دلوقتي يا دكاترة هنتكلم على ال strategies اللي احنا هنهيل بيها ال problems اللي موجودة عندنا، تمام. اول حاجة عندنا alternative strategies، هي ال new ideas، هنتكلم فيها على ثلاثة choices، ثلاثة alternatives. اول title اسمه who does what, incentives and managerial، تمام كده. بعد كده احنا خلاص اخترنا الاستراتيجي اللي هنتعامل بيها، هنشوف الاجريمنت بتاعتنا اللي هي البوليتيكال اجريمنت، وهنعمل حاجة ديزايننج اللي هي الامبلمنتيشن بلان بتاعتنا، تمام كده. بعد كده خالص في الاخر خالص هنديزاين البروسيس والايفالويشن بتاعنا، تمام كده يا دكاترة. ناخدهم واحدة بالتفصيل، تمام. اول ستيب كانت اللي هي النيو ايديز، النيو ايديز اللي هي السولوشن اللي حضرتك هتجيبها، حضرتك بتجيب السولوشنز دي منين؟ يا اما حضرتك بتجيب السولوشنز دي من الانترناشونال بيرز، الانترناشونال بيرز اللي في العالم كله اللي وصلوا لحلول، فانت بتحاول تقلدهم، تمام. ودي الابروتش اللي هي في اغلب الهيلث سيكتورز بيتعاملوا بيها،
طيب ايه ميزتها؟ ميزتها ان هي حصل ترايل اند ايرور في العالم كله، فانت بتاخدها على الجاهز زي ما بيقول. تمام كده يا دكاترة؟ اوكي. دي زي ايه؟ زي اللي احنا ماشيين فيه في مصر دلوقتي، اللي هو ايه، اللي هو الناشونال هيلث انشورنس بروجرام اللي موجود في مصر، اللي هو هدفه اليونيفرسال هيلث كفرج. اوكي. تاني سورس ممكن نعمله اللي هو الانوفيشن من الاوتسايد ذا هيلث سيكتور. يعني ايه من اوتسايد ذا هيلث سيكتور؟ اللي هو بتقلد بوليسي اتعملت بس ما كانتش امبلمنتد في الهيلث سيكتور. المثال دوت اقرب مثال لينا ليه، اللي هو كان عندنا في مصر اللي هو الامبلمنتيشن بتاع اللي هو البطاقات التموين وكده، التموين اللي هو السلع التموينية وكده، كانت ابتدت تعمل لها سيستم والريجستريشن داتابيز قوية، وحصل ان كل واحد خد بطاقة تموينية واتوزعت عليه وكده، وابتدى السيستم دوت وفيري ويل فانكشنينج على مستوى مصر كله. فقالوا why not we should make use of the available database. ومن هنا ابتدت القصة بتاعت اللي هو نبتدي منين. هنبتدي من نفس البوينت اللي ابتدى فيها اللي هو مشروع التموين بتاع جمهورية مصر العربية كلها. ابتدى منين؟ ابتدى من محافظة بورسعيد. هي نفس المحافظات، لو ناخد بالنا، هي نفس المحافظات اللي ابتدى بيها الناشونال هيلث انشورنس بروجرام. تمام كده؟ فاحنا في مصر خدنا الانترناشونال بيز اللي هو كان ال يونيفرسال هيلث كفرج، عملناه عن طريق الانوفيشنز اللي موجوده في مصر اللي هي اوتسايد ذا هيلث سيكتور. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. الفكره الثالثه، ودي بنبعد عنها شويه، اللي هي ان انت حضرتك بتديفلوب ا نيو ثيوري اللي هي افتراضيه، والافتراضيه قابله تبقى بوزيتيف تبقى نيجاتيف. فعشان كده احنا بنبعد عنها شويه، ان هي احنا مش في احنا في حل ان احنا فور ترايل اند ايرور بالذات في الهيلث سيكتور، ونعمل كوازي اكسبيرمنتال ستاديز والقصه دي. احنا في حل عنها، لان احنا بنتكلم على بوبيليشن وعلى فلوس وليميتد ريسورسز. فالانوفيشن بالثيرز دي نبعد عنها شويه. يبقى sources of our new ideas ثلاثة. كانت أول حاجة إن أنت بتشوف ال international peers على مستوى العالم وبتقلدهم. كانت تاني حاجة إن أنت بتشوف ال within your country ال policies اللي developed outside the health sector. تالت احتمال إن أنت بتشوف بت create a new theory وت implement it. تمام كده يا دكاترة؟ أوكي. sources بتاعتك. البوينتس تو بي كونسيدرد، ان انت لازم تاخد بالك من الاستراكشر بتاع الاورجنايزيشنز within the health service اللي بتقدم الهيلث سيرفيس في الهيلث سيكتور بتاعك. and you should consider the division of activities within these organizations. تمام كده؟ اوكي. You should consider the interaction. والانتراكشن هنا ابسط كلمه تقولها اللي هي الريفيرال سيستم. في باك بون للريفيرال سيستم، يعني الريفيرال سيستم نعتبره الباك بون للهيلث سيكتور كله. في performance كويس وانتراكشن كويس within the health sector ولا لا؟ تمام كده؟ اوكي يا دكاتره. طيب هنبتدي بقى. خلاص احنا قدامنا جبنا النيو ايدياز، وفي النيو ايدياز دي عندنا alternative strategies. اول strategies is dealing with who doing what. تاني strategies is dealing with الفلوس اللي هي الانسنتيفز. تالت strategy is dealing with the management. يبقى انا عندي ثلاثة groups of strategies. اول group اللي هو dealing with the personnel، تاني جروب is dealing with financing، تالت جروب is dealing with the management. تمام. الأول جروب هنتكلم فيه، أول جروب which is dealing with the providers. تمام كده؟ أوكي. أول حاجة في
is the privatization. privatization يعني ايه بالعربي كده؟ اللي هو خصخصه، اللي هو بتبيع الممتلكات الحكومه للبرايفت سيكتور. تمام، اهو this shifting of the services to the private sector providers. تمام، ده اسمه ايه؟ privatization. يبقى انا بتكلم على حاجه اسمها who does what. اول ايديا فيها is the privatization which means shifting the services to the private sector. تمام، تاني حاجه، تاني وتالت حاجه عشان نقولهم مع بعض، حاجه اسمها scaling والحاجه التانيه اسمها scoping. بالبلدي كده scaling اللي هو بنتكلم على organization، على building. scaling ان انت بتوسع البرفورمانس اوف ذا بيلدينج، يعني لو انت عندك لارج هوسبيتال بتزود عدد السيرفيسز اللي فيه. وجد ان انت لو عندك في لارج هوسبيتال وزودت الاكويبمنتس والسبلايز في الهوسبيتال دي، it is more efficient ان انت بروفايد ذا نيدد سيرفيسز. يبقى انت لو زودت سكيلينج تعني ان انت على مستوى البيلدينج بتزود السيرفيسز بروفايد. تمام، مال ايه السكوبينج؟ السكوبينج هو انا بتكلم اهو بي فور بيرسونال، انا بتكلم انا في السكوب بزود، بختار البيرسونال هو كان بيرفورم مور ذان وان جوب. يعني ايه؟ يعني اكيد كلنا عارفين الفاميلي فيزيشن از مور افيشنت ذان ذا اوبستريشن. لو انا بتكلم على فاميلي هيلث يونت، اجيب اوبستريشن ولا اجيب الفاميلي فيزيشن؟ ات از بيتر ان انت تشوز الاوبستريشن علشان ده بي مور افيشنت يوز. تمام كده يا دكاتره؟ بمعنى ان انت في البرايمري هيلث كير فاسيلتي عندك النيرسز بتوع الاوميزيشن، they could provide other services. تمام كده يا دكاتره؟ وادي المثال بتاع اللي هو الفاميلي هيلث يونت، هنخلي فيها فاميلي فيزيشن ولا اوبستريشن؟ اه مع احترامي طبعا الاوبستريشن از مور ساينتيفيكالي بيزد ومور بروفيشنال، بس الفاميلي دكتور كان دو مور ذان وان جوب، كان اكزامن الفاميلي ذا هول. تمام كده؟ يبقى انا اتكلمت كده على ثلاثه بوينتس في هو داز وات. في الـ who does what اتكلمت على اول بوينت، على هي الـ privatization ان انت حضرتك بتبيع الـ health الـ public organization للـ private sector اللي هي اسمها بالعربي الخصخصة. بعد كده اتكلمت على الـ scaling اللي هو بتزود الـ performance بتاعت الـ organization نفسها، اللي هو large hospital بتزود فيها الـ equipments والـ supplies عشان تبروفايد، تعمل x-rays، تعمل scanning، whatever. في السكوبينج احنا بنتكلم على ان انت بتشوز بروفايدرز هو كان بيرفورم مور ذان وان جوب. تمام، اخر تو بوينتس اللي هو في الهو داز وات، البوينت بتاعت البروفايدنج ذا سيرفيسز بتاعت الرورال هيلث رورال ارياز. اكيد كل العالم بيشتكي ان rural communities are deprived، are ال services فيها اقل. هو ليه ال services في ال rural community اقل؟ اكيد علشان ان الناس بتختار الحاجات المور اللي قريبة من العاصمة عشان ال transportation والحاجات دي. فانت you should choose ال services which rural community which is in needed for the rural areas. تمام كده؟ الأخيرة في الـ who does what is the supply of the inputs. هتشوف حضرتك بتعمل analysis في الـ resources الموجودة، وبتشوف what are the needed inputs، الـ resources اللي needed to be supplemented. تمام كده؟ يبقى دي كده أول strategies، أول group of strategies اللي هي dealing with who does what. تمام كده؟ كانت اول حاجه في who does what privatization، يليها السكيلينج والسكوبينج، يليها الرورال سيرفيسز، والاخيره اللي هي supply of inputs. هنتكلم دلوقتي هنتكلم خلصنا الـ who does what، هنتكلم في الـ alternative strategies على الـ incentives. والـ incentives هنا نقصد بيها الـ payment أو الفلوس أو الـ financing.
هنتكلم في الانسنتيفز ان انت بتتكلم تو بوينتس اللي هي بتفوستر حاجه اسمها الماركت كومبيتيشن وبتتكلم على حاجه اسمها كونتراكتنج. تمام. طب في الانسنتيف استراتيجيز اللي هو بتزود الماركت كومبيتيشن، بتخلي البيرز او الكوليجز يكومبيت فور بروفايدنج ذير سيرفيس. فلما هيحصل كومبيتيشن اكيد كل واحد هي سيكينج فور ان هو يعمل سكسسفل ستابس، تمام كده، وهيسيك ان هو هيقلل البرايسنج بتاعه. فانت بتتكلم ان انت بتديل with these two points، ان انت بتضمن successful service provision وان انت بتضمن ال prices انها تقل. تمام كده. طب هنعملها ازاي؟ هنعمل حاجة اسمها ال decreasing regulatory barriers، اللي هي ايه اللي بنسمعها دايما، اللي هي تشجيع المستثمرين، اللي هو بتقلل البيروقراطية، اللي بتقلل اللي بتخلي اللايسنينج واللوز الحاجات القوانين الصارمه دي بتقللها، بحيث ان انت بتشجع المستثمرين. تمام. يبقى بديكريزنج الباريرز. تاني حاجه نقدر نعملها ان احنا بنسبورت نيو بروديوسرز، بنشجع المنتجين الجدد. زي ايه؟ بنشجع شركات الادويه، بنشجع ان هم يبروديوس نيو لاينز اوف ميديكيشنز، عشان ما يبقاش في الستيب الاخير الهاو الاخيره اللي هي المونوبولي لو، اللي هي قوانين الاحتكار، انفورسينج انتي مونوبولي لو. يبقى الهاو فور كومبيتيشن، كانت الهاو فور كومبيتيشن ثلاثه بيكملوا بعض، انا شايفه ان هم بيكملوا بعض. اول حاجه ان انت بتديكريز الريجوليشنز، بتخليها مور فري، بتسبورت النيو بروديوسرز، وبتعمل انتي مونوبولي لوز. انسنتيف استراتيجيز كانت اول حاجه بتشجع مين حضرتك؟ الماركت كومبيتيشن. الثانيه كانت ايه؟ الكونتراكتنج. يعني ايه كونتراكتنج؟ اللي هي التعاقدات. ناخد بالنا ان هي تفرق تماما عن البرايفتايزيشن. برايفتايزيشن ان انت عندك بابليك اورجانيزيشن بعتها من بابها كده للبرايفت سيكتور. امال ايه الكونتراكتنج؟ الكونتراكتنج ان حضرتك بتتعاقد مع الدكاتره بتوع العيادات الخاصه او المستشفيات الخاصه ان هم يبروفايد السيرفيس بتاعتك باجر سنوي بقى اكوردنج للكونتراكت اللي حضرتك كاتبه معاهم، هتديهم باجر سنوي او ايه، بس انت بتتعاقد مع كونتراكت الهوسبيتال تو باي افي فور ذم. تمام كده يا دكاتره. يبقى الكونتراكتنج مش هو خالص البرايفتايزيشن، ناخد بالنا عشان التشويسز. كونتراكتنج از نوت ا سينونيم فور برايفتايزيشن. معايا يا دكاتره؟ نكمل مع بعض يا دكاترة. قلنا هو داز وات كانت بتتعامل مع 5 استراتيجيز، فاكرينهم؟ كانوا ايه الفايف استراتيجيز؟ كانت الاولانية اللي هي البرايفتايزيشن، بعد كده سكيلينج وسكوبينج، والانبوت سبلاي، والرورال هيلث سيرفيسز، بعد كده اتكلمنا في الانسنتيف استراتيجيز اللي كانت بتتعامل مع انفورسينج الماركت كومبيتيشن والكونتراكتنج. المجموعة الثالثة من الاستراتيجيز هي المانجيريال strategies، بنتكلم فيها على 4 choices اللي هي decentralization or autonomy, improving the performance while total quality. يعني ايه decentralization؟ احنا لو بصينا لوزارة الصحة بالمديريات التابعة دي بنسميها center. بعد كده districts والfamily health centers، البرايمري هيلث كير سنترز، الرورال يونتس، دي بنعتبرها البريفري. تمام. فالهدف من الديسنتراليزيشن ان انت بتبروفايد الافكتيف سيرفيس على مستوى البريفري. بتقلل ايه حضرتك؟ هتكسب ايه من كده؟ ان انت بتقلل البيروقراطيه. تمام. وبتضمن، بس لازم حضرتك تكون ضامن حاجه، افكتيف سوبرفيجن، ان انت عندك افكتيف سوبرفيجن عليهم.
تمام كده. دي يعني ايه؟ يعني عيان محتاج ياخد علاجة على نفقة الدولة، مش لازم يجي ينزل القاهرة علشان يقدم جواباته وكده، لا ده انت ممكن على مستوى البريفري كده تقدر تخلص له النيدز بتاعته. تمام كده يا دكاترة، دي اسمها decentralization، very effective و we are in need for it. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها الاوتونومي، والاوتونومي هي مش مرادفة خالص للديسنتراليزيشن. المقصود بالاوتونومي ان انت لو تفتكروا اول محاضرة لما قعدت اتكلم مع حضراتكم على شكل النظام الصحي في مصر، وقلت لكم احنا عندنا governmental sector واللي ده كان بيشمل وزارة الصحة والوزارات الشبيهة، وقلنا حاجة اسمها para governmental، والبارا جوفرنمنتال دوت اللي هو لو تفتكروا اللي احنا كنا بنقول زي المؤسسة العلاجية والمعاهد التعليمية والأمانة، كل دول بنسميهم ليهم سيستم لوحدهم اوتونومس، وهيئة التأمين الصحي تمام، دول بنسميهم اوتونومس. ليه اوتونومس؟ يعني هم مش محتاجين اي جوفرنمنتال سوبرفيجن، ادي واحد. اتنين، لانه ليهم الميزانيه الخاصه بيهم. تمام كده، الفكره من الاوتونومي ان هم they are working as if they are private sector، بس they are still under the public sector. تمام كده، يعني من الاخر كده هم ليهم الميزانيه الخاصه بتاعتهم، ليهم القوانين واللوائح المنظمه ليهم، they are working independent عن ال governmental sector. يبقى اكيد ال decentralization لا يساوي خالص، غير مكافئ خالص لل automation. الاوتونومي اللي هو انت شغال موجود لوحدك، وده اتوجد في مصر من بعد الثورة، ثورة 52. تمام كده، للمؤسسة العلاجية، الأمانة العامة، المعاهد التعليمية، هيئة التأمين الصحي، they are autonomous، ليها اللائحة بتاعتهم وقوانينهم. تمام كده؟ تمام بالظبط. نأكد تاني إن هما ليهم their own authority، تمام؟ وعندهم الأكاونتابيلتي بتاعتهم وليهم الرولز بتاعتهم. تمام كده؟ الخطوة الثالث عندنا اللي هو improving ال performance. هتضمن ازاي ان انت improve ال performance كإدارة؟ إدارة هتبروفايد اللي هتحط standards of practice وتوزعها على ال physicians علشان تضمن ال standardized performance. لازم تحط ال adequate performance adequate supervision ليهم، واكيد اكيد لازم تكون planning for training programs whether TOT or ما شابه او on job training. تمام كده يا دكاترة. الاخيرة في المانجيريال point of view اللي هي total quality management. التوتال كواليتي مانجمنت لما تاخدوه في السمستر بتاع السمستر التالي هتعرفوا ان التوتال كواليتي مانجمنت it is a managerial issue، اللي هو الادارة نفسها هدفها ان هي البرفورمانس all through the organization ان هو يكون in a good quality، وquality is, is doing the right things right first time and every time، فبتعمل quality committee فيها وبتضمن ال كل الستبس are provided in a good quality. تمام كده، هو الفكرة ان انت مش خايف من البرفورمانس قد هدفك ان انت تعمل improve the performance. تمام كده يا دكاترة. اوكي خلصنا كده ال new ideas، يا اما who does what incentives او managerial. خلصنا كده، اخترنا الاستراتيجي منها. تمام، لازم بقى احنا اخترنا الاستراتيجيز، لازم هنتعامل مع حاجتين، هنتعامل مع البوليتيكال سبورت اند ديزاين. البوليتيكال ديسيجنز والامبلمنتيشن لازم حضرتك تبقى كونسيدرنج السياسه بتاعت الدوله ايه،
مش تيجي انت حضرتك سياسة الدولة ماشية في سكة 20-30 وتقول لا انا هرجع 20 خطوة لورا واتكلم على البيزك بنفيت باكج. This is against البوليتيكال ديسيجن كله، تمام كده؟ فانت لازم تكون ماشي مع البوليتيكال ديسيجن بتاع الدولة ككل. يعني انت لو نفتكر في المحاضرة الأولى لما اتكلمنا في سياسة الدولة 20-30، طلعنا منها وصلنا للسوشيال بيلر، وجينا في السوشيال بيلر كان لقينا بيتكلم على الهيلث سيكتور، فاحنا لازم نكون ماشيين in harmony with the political decisions، تمام كده؟ طيب الخطوة الثانية اللي هي اللي لازم يكون عند حضرتك ديزاين للبروسيس نفسها، هتمشي ازاي الفلو تشارتس، هتمشي ازاي، هتبتدي من ويتش جوفرنيت، الامبلمنتيشن بلان زي ما بيقول، والامبلمنتيشن كبلاننج فيز، احنا مش بنتكلم في الامبلمنتيشن كالستاب اللي احنا هنقولها بعد كده. انت يو ار ديزايننج ذا بروسيس اللي هي بورقه وقلم، يو ار ستيل ديزايننج نوت بيرفورمينج، تمام كده يا جماعه؟ تمام. الستيب الرابعه اللي هي بوليتيكال ديسيجن، نتكلم تاني. اول كان ستيب كانت اللي هي البروبلم ايدنتيفيكيشن، تاني ستيب اللي هي البروبلم اناليسيس بالكنترول نوبس بتاعتها، تالت ستيب اللي هي السولوشن او الاستراتيجيز، تالت رابع ستيب هي البوليتيكال ديسيجن اللي هي قرارات. في البوليتيكال ديسيجن انت مستني موافقات الحكومات، الحكومه بتاعتك على الريفورم بتاعك. انت مش هتمبلمنت غير لما تاخد الموافقه. ده حصل ازاي؟ حصل عندنا في مصر، حصل لما كان قانون التامين الصحي بيدخل ويخرج 2010 و2011 لغايه لما جينا في 2018 ابروفد الناشونال هيلث انشورنس لو، دخل مجلس الشعب وابروفد وابتدوا الامبلمنتيشن في 19، تمام كده يا دكاتره؟ تمام. المشكلة ايه؟ ان انت عندك political challenges كتير. المشكلة ان انت عندك بتتكلم على physicians، بتتكلم على ال private sector وال owners بتوعه، بتتكلم على ال pharmaceutical industry، دي من ناحية. الناحية التانية انت بتتكلم على ال beneficiaries، المنتفعين بقى بتاع ال reform، اللي هم مين؟ اللي هم اللي هتعمل لهم universal health coverage، اللي هم مين؟ اللي هم already not insured وهيبقوا insured، اللي هم the poor sector، اللي هم الارزقية بتوع البلد، اللي هم ما لهمش تأمين صحي حالي، تمام؟ دول new beneficiaries، دول المستفيدين ان شاء الله. السيك بيشنتس اللي هو تقول له بيلف علشان ياخد موافقه علاج على نفقه الدوله وما شابه، تمام؟ اكيد دول ار لاس باورفول. فانت بتتكلم على هاي بوليتيكال، يو ار ان نيد فور هاي بوليتيكال سبورت، وده اللي حاصل عندنا الحمد لله. الستيب الخامسه هي خلاص بقى انت حضرتك عملت ديفايند ذا بروبلم وعملت الاناليسز ليها واخترت الاستراتيجي بتاعتك وخدت البوليتيكال سبورت بتاعك والبوليتيكال ديسيجن، ابتدي حضرتك حيز التنفيذ، وده اللي احنا شغالين فيه في مصر دلوقتي اللي هي الامبلمنتيشن. والثيرس كلها بتقول لك الايدياز هتفضل حبيسه الادراج if not they are not well implemented، تمام كده يا دكاترة؟ آخر ستاب وأهم ستاب هي الـ evaluation، وبيقول لحضرتك إن الـ evaluation should be designed from the start. إحنا وإحنا بنعمل planning phase بنتعلم إن إحنا وإحنا بنعمل الـ planning بنعمل planning for evaluation. فأنت you should design the evaluation plan من phase 1، مش بتستنى لغايه لما تمبلمنت وتعمل ايفالويشن، لا، شود ديزايننج فور ذا ايفالويشن بلان بيفور امبلمنتيشن. دي ترو اور فولس، مهمه جدا يا دكاتره. يو شود ديزاين فور ايفالويشن بيفور ستارتنج ذا امبلمنتيشن. شكرا يا دكاتره وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.